السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا شفنا الصورة بتاعت امبارح اللي خطفت الأضواء من افتتاح كأس العالم، وده كان بالنسبة لنا احنا كعرب وكمصريين وكشرق أوسطيين، حتى الأتراك برضو اسبهلوا زي ايه، زي ما حصل حالة الاسبهلال العظيمة بتاعت امبارح. اللقطة دي طبعا مش عارفينها، لقطة السيسي وأردوغان هي اللي خطفت الأضواء كلها في حفل الافتتاح. طيب هي المشكله بقى مش في هنا، لان هو احنا في النهايه اقول لك ليه بقى الصدمه العظيمه دي، لان دايما في احنا عندنا يعني كمصريين او كشرق اوسطيين متطرفين قوي في الافكار في الميول وعاطفيين حبتين. فانت عندك الصدمه جت منين بقى؟ الصدمه جت لانصار السيسي اللي هم شايفينه منزل من السماء، رسول منزل من السماء، ربنا بعته هبه لمصر علشان خاطر يظبط مصر. فطبعا وهو ده هم شايفينه كده، اله منزل ما بيغلطش ما بيخطئش، الكون بيلف حواليه. ده بالنسبه للسيساويه، وبناء عليه الكلام اللي السيسي قاله طول عمره، واردوغان بيحاربنا وتركيا بتحاربنا ومش عارفه ايه وبتاع، ويستحيل نحط ايدينا في ايدين اللي موتوا ولادنا وشهدائنا من الجيش والشرطه والكلام ده كله اللي الكل بيردده على مدار الثمان سنين اللي فاتوا. فطبعا اما يجي يسلم عليه كده امبارح، طبعا على الجانب الاخر بقى اخواننا اللي شايفين اردوغان خليفه المسلمين وحامي حمى الاسلام والمسلمين، وان لما قال ان مش هسلم على السيسي ابدا وعار على القاده الاوروبيين ان هم يسلموا عليه وبتاعه، الناس شافت ان الكلام ده كلام مصدق وكلام منزل وكلام خليفه ما يعني ما يرجعش في كلامه. لا يا جماعه الموضوع دي سياسه يعني، بس الناس بقى اللي في النص العقله اللي هتلاقيها مرتاحه شافت المشهد ده عادي جدا. وبالمناسبه المشهد ده يعني بيتمهد له من حوالي من 3 سنين، من 2019 او من اواخر 2019، والمشهد ده بيستوي علشان يطلع بالشكل ده. وعلى فكره وده برضو مش هقول لك ان هو يعني اركن موضوع القيم والكلام ده كله، اركنه على جنب، ده في الزباله. هو الراجل اهم حاجه عنده كاردوغان مصلحه بلده، والسيسي يا معلم ده بياكل على اي ترابيزه عادي، يدي فريش له على الارض ياكل، فريش له في الحمام ياكل، ما عندوش مشكله. ففي النهايه عشان بس الناس اللي ايه ما تبقاش مصدومه قوي، لا دول ولا دول يا جماعه، لا ده مصلي على السجاده ولا ده يعني كلامه مرسل، فما تتصدموش قوي لان هي دي السياسه. طبعا اردوغان محتاج للسيسي طبعا طبعا، تركيا محتاجه لمصر قطعا طبعا، عشان خاطر الموضوع عارفين خناقه شرق المتوسط، وعشان موضوع اليونان، وطبعا اكيد مصر محتاجه لتركيا لان تركيا طبعا اقتصادها قوي، والسيسي اصلا محتاج لاي حد معاه جنيه، يعني اي حد معاه دولار السيسي محتاجه. فطبعا هتبقى الفايده اللي تعم على مصر وعلى السيسي من تركيا اكتر بكتير من اللي تعم على دوله فقيره زي اليونان. فالموضوع يا جماعه ما تستغربوش كده، وخدوا الموضوع كده على صدركم كده وهدوا، وفكروا الفتره الجايه ايه اللي هيحصل. فنتمنى يعني الناس بقى ايه تهدى كده، والجماعه اللي هم المزاجنجيه اللي كانوا شايفين الموضوع بقى ان يعني شايفين الدنيا الحقيقه واقعه من 3 سنين او من سنتين تحديدا، سنتين ونص، فهم قارين المشهد يعني ده كده هيسلم على ده، الراجل ده عمال يقص ريش الناس اللي في تركيا واحده واحده، لدرجه ان الناس بقى يقول لك ده نظام السيسي بيملي على الحكومه التركيه والمخابرات التركيه، حسام الغامري لسه مرمي في السجن ما نعرفش عنه حاجه. يعني ايه اهدوا بس كده يا جماعه وابلعوا رقكم، وفكروا الفتره الجايه ايه اللي هيحصل. سلام ونشوفكم في فيديو جديد.